وإلى أولى محطاتنا مستمعينا نجدد الترحيب بكم ومباشرة إلى ضيفنا عبر الاتصال المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة. مساء الخير دكتور. مساء الأنوار وأهلا وسهلا بكم وسعيد جدا أكون معكم من محافظة ظفار وسط الرذاذ وسط الخريف والجو الطيب والحرارة المناسبة. هذا إعلان غير مباشر دكتور يعني وترويج وتشويق غير مباشر. هذا هو لأن نحن نتحدث عن الإعلان. نعم. فلا بد أن ندخل بجزئية فيها إعلان. نعم. ونرحب بكم أيضا في رحاب وفي وسط الضباب ووسط الصحاب في محافظة الضبار في عاصمة الضباب مدينة صلالة. تسلم دكتور وحياك الله معنا. دائما يعني كلمة إعلان تأخذ مفاهيم كثيرة لكل شخص يتجه بهذا الموضوع حسب رؤيته ومسمى، لكن عندما نتحدث عن صناعة الإعلان كيف تتم هذه الصناعة وما أهميتها اليوم في ظل توجه الدول نحو الاقتصاد؟ هو الإعلان بكل تأكيد أنه اليوم أصبح ليس ترويج عن بضاعة وليس ترويج عن أو إشهار منتج معين أو خدمة معينة، بل هو أصبح صناعة. نعم. وهذه الصناعة تدر اليوم الملايين بالمليارات من الدولارات سنويا. في آخر إحصائية لعام 2018 بلغ الدخل الإعلاني العالمي أكثر من 550 مليار دولار. توقعات إن يصل هذا الدخل الإعلاني لعام 2021 إلى أكثر من 600 مليار دولار. نعم. فهذا الرقم وهذا المعدل الارتفاع السنوي في الدخل الإعلاني العالمي يعطينا على الأقل فكرة إنه الإعلان لم يسبح فقط أو لن يسبح فقط هو مادة ترويج لخدمة أو منتج، بل هو صناعة وهذه الصناعة لها مقومات مختلفة ومقومات كثيرة يتدخل فيها الإبداع ويتدخل فيها الجوانب النفسية ويتدخل فيها الإقناع ويتدخل فيها طرق وأساليب العرض، كلها بهدف في نهاية المطاف إيجاد أو ترويج لهذه الخدمة أو لهذه الصلعة لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن الناس لتصبح في نهاية المطاف عامل أساسي ومنتج أساسي يدر الدخل على الدول وعلى الشعوب وعلى الشركات المختلفة. فأصبحت صناعة لها مقوماتها ولا عناصرها ولها أساسياتها. نعم. لكن دكتور عندما نتحدث عن هذا النوع من الصناعة، هل يعني هذه الصناعة ظهرت مؤخرا أو يعني متأخرة في مجالها أم أنها كانت لها أسس سابقة لكن بأشكالها البسيطة والتقليدية؟ لا، هي الإعلان كصناعة تطور مع تطور المجتمع البشري. نعم. من الإعلان النهامة في الشوارع إلى في الحارات وفي الأماكن أو في الأسواق إلى إعلانات الجوالين في الحارات المختلفة في الأسواق المختلفة إلى الشعر إلى القصائد المختلفة لمدح أو إبراز جزء معين شهامة كان أو مدح أو شجاعة أو قوة إلى الإعلان المكتوب إلى الإعلان المطبوع إلى الإعلان الكتابة على الجدران إلى الإعلان الإلكتروني عبر الوسائل الإعلام التقليدية إلى الإعلام اليوم عبر الوسائل الإعلام الجديدة من شبكات التواصل المختلفة. نعم. الإعلان كصناعة تطور مع تطور المجتمع البشري وأصبح جزء أساسي ومرافق لتطور المجتمع البشري. نعم. فمن الإعلان التقليدي البسيط النهامة في الشوارع إلى الإعلان اليوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت أصطاع أن يصل إلى الملايين والمليارات من عدد سكان العالم في سقاع مختلفة من المعمورة. نعم. هذا تطور مع احتياجات الإنسان ومع احتياجات المجتمع البشري لهذا الجانب. فبكل تأكيد. نعم. أنه هذا التطور دفع أو ساعد وتقنيات الاتصال المختلفة ساعدت في انتشار الإعلان وفي أن يصبح الإعلان صناعة عالمية تدر المليارات من الأموال وتدر الأموال المختلفة وتصبح عنصر فعال وعنصر أساسي
في الاقتصاد الوطني لمختلف الدول. وأصبحت أيضا هذا الموضوع يخدم كلا الطرفين، اليوم هناك يعني مقدم لهذا الإعلان لهذه السلعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت ربما وظيفته الأساسية هذا الموضوع، وأصبحت الجهة الأخرى اللي هي منتجة لهذه السلعة وطالبة للترويج اليوم أيضا مستفيدة من خلال وصول منتجها إلى أكبر مساحة ممكنة في الداخل والخارج عبر منصات التواصل. هي هذه هي إنه المنتج اليوم أصبح إنه يستخدم أدوات وطرق ووسائل مختلفة. بكل تأكيد إنه الإعلان مثله مثل أي منتج ومثله مثل أي خدمة، في لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. الجوانب الإيجابية فيه إنه يروج لمنتجات مختلفة، يعطي الجمهور معلومات عن هذه المنتجات المختلفة، ويخدم الشركات ويخدم المؤسسات المختلفة ويخدم المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لإيصال رسالتها إلى الجمهور. ولكنه الجانب السلبي فيه أنه يساعد الجمهور أو يدفع الجمهور للاستهلاك أكثر، ويساعد أو يؤثر على الأسر أو الجوانب التي لا تمتلك المادة للوصول لهذه المادة. ولكن هذه الجزئية في إمكانية السيطرة عليها بطرق ووسائل مختلفة، من خلال ولكن التوعية. من خلال التوعية ومن خلال الإرشاد ومن خلال الجهات المختلفة في هذا الجانب. ولكن في نهاية المطاف المنتج أو البضاعة أو الخدمة لا يمكن توصل إلى الجمهور إذا لم يكن لها ترويج ولها إشهار ولها تقدم بطرق ووسائل مختلفة. ولكن الآن جرت العادة أو جرت المنظومة التشريعية هي التي تنظم هذه النوعية من الإعلانات، بحيث أنه تساعد الجمهور في الحصول على المعلومة عن المنتج وعن المميزات هذه الخدمات وإيجابياتها وطرق أخرى، ولكن أيضا تساعده في عملية الوعي بأضرار مثل هذه المنتجات بطرق ووسائل مختلفة. وأتوقع هذا الموضوع اللي حدا بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة إلى دراسة موضوع تنظيم الإعلام. هذه النقطة بالذات، وهذه الفكرة التي كنت أنوي الوصول إليها. نعم. إن نحن اللجنة مجلس الدولة كجهاز تشريعي في الدولة وأحد الأجهزة التشريعية الموجودة أو الأذرع المجلس عمان، رؤيته لهذا الجانب أنه من خلال دراسة مختلف الجوانب الموجودة اللي كانت الجوانب الثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها، هدفه في نهاية المطاف هو تطوير المنظومة التشريعية اللي تتماشى مع متطلبات المرحلة، مع العصر، مع رؤية عمان للعقود القادمة، انه تتطور المنظومه التشريعيه بحيث تصبح قادره ان تكون فاعله وقويه، ليس فقط في تنظيم مختلف جوانب الحياه في المجتمع العماني، بل وايضا تكون منظومه قادره ان تدعم وتكون المنظومه فعاله في ايجاد دخل، في تطوير الدخل الوطني والاقتصاد الوطني في هذا الجانب. في الدراسه حينما نظر اليها مجلس الدوله في هذا الجزء ولجنه الثقافه والاعلام والسياحه في المجلس، نظرت اليها انه هذه الجزئية موجودة وقد يكون موجودة في منظومة التشريعات المختلفة، ولكنها كانت جزئية محدودة في مجموعة قوانين، في قانون المطبعة والنشر كانت في مادة واحدة، في قانون حماية المستهلك كانت في مادة واحدة، بينما في لوائح منظمة للإعلان والإعلانات الشوارع واللوحات المختلفة في البلديات الإقليمية وموارد المياه أو في بلدية مسقط أو بلدية ظفار أو بلدية صحار، فكانت مجموعة الوائح مبعثرة هنا وهناك، ولكن نظر إليها المجلس كمنظور عام وشامل، بحيث أنه لو توفر مثل هذا النظام الذي يستطيع أن ينظم ويراقب ويتابع مختلف الإعلانات في السلطنة، ممكن أن يكون لهذه المنظومة التشريعية قوة وفاعلية أكثر، ليس فقط في تنظيم الإعلانات وليس فقط في تنظيم اللوحات الشوارع والتراخيص وغيرها، بل وأيضا يكون عامل آخر مساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من ناحية. وهذا التطوير وهذا التنمية سينظر إليه لاحقا أن يكون ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الكوادر البشرية العمانية وتدريب الكوادر وتأهيل الكوادر وتشغيل العديد وخلق العديد من الفرص التشغيلية في الاقتصاد الوطني
مما يعزز الاقتصاد الوطني في هذا الجانب. نعم. يمكن دكتور أنا ما اطلعت على تفاصيل هذه الدراسة يعني بكل حيثياتها، لكن دائما يعني نتحدث عن التنظيم، هل تطرقتم أيضا في هذه الدراسة إلى طريقة عرض هذا الإعلان، لغة الإعلان، أداء الإعلان كجانب تنظيمي أيضا تناسب مع البيئة؟ طبعا الدراسة خلصت إلى لأن المجموعة من قبل أن نخلص إلى الدراسة ممكن نقول إنه الدراسة شملت النظرة عامة للإعلان والقيمة الرئيسية ودور الإعلان في الاقتصاد الوطني لمختلف الدول عالميا. ونظرتي إليه أيضا إقليميين ومحليين، بحيث إنه وجدت الدراسة من خلال الدراسات التي اطلعت عليها البحثية المختلفة إنه السلطنة لا زالت تحتل مكان متأخر في الدخل الإعلاني. مثلا كانت من مقارنة بدول الخليج، مجلس التعاون الخليجي احتلت السلطنة من 2014 إلى 2018 أو 17 تقريبا المكان الخامس في ترتيبها في الدخل الإعلاني. وكان في عام 2014 الدخل الإعلاني في السلطنة تقريبا في حدود 200 أكثر من 290 مليون دولار، انخفض إلى حدود أقل من 140 مليون دولار في عام 2014. هذا الانخفاض مع أنه السلطنة بقت في المكان السادس، ولكن هذا الانخفاض خلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي ممكن نشير إليها في هذا الجانب. وأهم هذه التحديات كانت عدم وجود نظام شامل أو قانون تشريع شامل ينظم ويراقب ويتابع الإعلان كمادة ممكن نظمها، وتعدد الجهات التي تشرف على هذا الجانب، ومواكبة اللوائح والأنظمة والقوانين الموجودة في السلطنة والتشريعات الموجودة في السلطنة قد لا تكون مواكبة للتطورات الحاصلة في هذا الجانب. إذا كانت اللوائح موجودة تتحدث عن الإعلانات الشوارع والإعلانات العادية في الشوارع وغيرها، اليوم صرنا نتحدث عن إعلانات إلكترونية وإعلانات الشوارع الإلكترونية وغير ذلك. إذا كان المادة 34 في قانون المطبوعة النشر تتحدث عن الإعلان في الوسائل الإعلام التقليدية، اليوم أصبح الإعلان مسيطر أكثر في شبكات التواصل والإنترنت، بحاجة لنوع من التنظيم وإعادة النظر في تطوير المنظومة التشريعية الموجودة في السلطنة التي تتواكب مع هذا الجانب. اللجنة أو المجلس أوصى في هذا الجانب من ضمن التوصيات الرئيسية لابد من وجود قانون شامل يعمل على تنظيم الإعلان والنظر ليعمل على ضبط السوق الإعلاني الموجود في السلطنة من حيث التنظيم والرقابة والجهات المشرفة وتصنيف الإعلانات المختلفة بكل أنواعها من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الحديث. وإعلانات الشوارع والطرق العامة وعبر الإنترنت وغيرها، إيجاد آلية لمساعدة المعلن أو الشركات الإعلانية أو وكالات الإعلان إنه تسهيل لها الإجراءات من حيث التراخيص وغيرها، فبدل لا تذهب لعشر الجهات أو 15 جهة في إمكانية عبر جهة واحدة أو مكتب واحد أو نافذة واحدة تكون مظلة لهذه الإعلانات، إنه تعمل على تسهيل إجراءاتها المختلفة في هذا الجانب. من ضمن أيضا الأشياء الملاحظة التي لاحظت هذه الدراسة إنه توجه الشركات الإعلانية العمانية أو الشركات التجارية العمانية الكبرى التي لها هي مصدر الإعلانات في السوق المحلي توجهها إلى الخارج وإيجاد وكلاء إعلان في الخارج، مما أثر على نسبة الدخل الإعلاني في السلطنة. وهذا الدخل الإعلاني اللي يفترض أن يحسب على عمان حسب على جهات خارجية أخرى. فمثلا توطين شركات الإعلان وتوطين العاملين في مجال الإعلان في السوق المحلي وإيجاد لها قدم في السوق المحلي وحث الشركات على توطين مثل هذه الأشياء قد يساعد ليس فقط في مساهمة أو رفع نسبة الدخل الإعلاني والموقع عمان في الدول الخليجية والدول العربية في الدخل الإعلاني، بل أيضا سيعمل على رفع القيمة المضافة من الإعلانات والشركات الإعلانية وتوطينها
وإيجاد كوادر عمانية متخصصة في هذا الجانب. المجلس أيضا نظر إلى هذا الجزئية من هذا المنطلق. هي مسألة أنه العمل في بوتقة منظومة واحدة، أنه ليس للشركات الإعلانية وشركات الإعلانات ومنظومة الاقتصاد الوطني لكي تعمل أو ترفد الاقتصاد الوطني بهذا الجانب. من ضمن الأشياء أيضا اللي أوصى بها المجلس في هذا الجانب هي مسألة تعزيز وتطوير التعليم والتدبير والتدريب في مجال التسويق والإعلان. نعم. لكي يرفد أو تصبح المنظومة التعليمية رافد أساسي وقوي للشركات الإعلانية لتوطين وتعميم مثل هذه الوظائف، لتصبح أيضا عامل أساسي في عملية استقبال ورفض السوق المحلي بالكوادر العمانية المتخصصة في هذا الجانب. يمكن دكتور يعني الكلام تذكره جدا مهم، ونحن في حاجة ماسة إلى تنظيم سوق الإعلام في السلطنة، وخاصة أن السلطنة اليوم تتوجه بخطوات متسارعة نحو المجال الاقتصادي، وكثير من الجوانب بدأت يعني تتضح الرؤى حولها، لكن موضوع تنظيم الإعلان اليوم شيء مهم. هل أيضا يعني هناك توجيه بأهمية الإسراع في الأخذ بمثل هذه التوصيات حتى يكون سوقنا أيضا مواكب لتوجهاتنا وتطوراتنا في هذا المجال؟ هو عملية الإسراع عنصر أساسي جدا. نعم. وعنصر فعال جدا. إذا لم تتكامل المنظومة التشريعية مع المنظومة التنفيذية الموجودة في البلد لتسريع وتطوير مثل هذه الإجراءات ومثل هذه التشريعات لتواكب العصر وتواكب المرحلة. نعم. التي نمر بها، والمرحلة هي مرحلة حساسة جدا، والمرحلة هي مرحلة اقتصادية بكل معنى الكلام، بكل معنى الكلمة. فإذا لم نطور نسرع نعمل على تسريع تطوير المنظومة التشريعية التي تواكب المرحلة لتحفيز الاقتصاد لتطوير الاقتصاد، قد نجد أنفسنا في مراحل زمنية معينة في مراحل قريبة جدا متأخرين كثير جدا في هذا الجانب. وأعتقد أنا شخصيا وجهة نظري الشخصية إن واحدة من المعوقات الرئيسية، واحدة من العوامل المؤثرة في تطوير الاقتصاد الوطني الموجود والناتج المحلي هو التأخير الحاصل في تطوير المنظومة التشريعية المواكبة للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والتطورات الحاصلة في المجتمع ككل. فإذا لم نستطيع نطور هذه المنظومة بفعالية وبسرعة بحيث تواكب هذه المرحلة الحالية وتكون عند القدرة الاستمرارية للمراحل القادمة للعقود القادمة، قد نواجه صعوبات اقتصادية في هذا الجانب. بل أصبح مسألة التسريع في تطوير المنظومة التشريعات لمواكبة المرحلة عنصر أساسي وعنصر مهم جدا. ومجلس الدولة أو مجلس عمان بغرفته تسعى بكل أو يسعون بكل الوسائل أو بكل الطرق لتطوير هذه المنظومة بحيث تصبح هذه المنظومة أكثر فعالية. نعم. وأكثر نشاط وأكثر حركة وأكثر ديناميكية، لأن مسألة الديناميكية أصبحت عنصر أساسي في هذا الجانب. نعم. ويمكن دكتور احنا خلال الأيام القريبة الماضية طالعنا صدور الكثير من المراسيم السلطانية لقوانين يعني درست في مجلس عمان، وكانت بسرعة أيضا يعني نعم أقل نعم من شهر يعني. نعم. فهذا جزء نعم مهم. الأربع القوانين الاقتصادية البراسيم الأخيرة التي صدرت، أحيي وقدم الشكر لمجلس الدولة ومولانا أولا وأخيرا باني نهضة عمان على النظر السريع والثاقبة في هذا الجانب، لأن هذه القوانين الأربع الأخيرة بالفعل نحن بأمس الحاجة لتطويرها وتعزيزها ووجودها في منظومة الاقتصاد الوطني في منظومة التشريعات العمانية الموجودة. وتوقع أيضا تنظيم الإعلان فيها معها مهم جدا يعني. مهم جدا. نعم. لأن الإعلان مربوط بالجوانب الاقتصادية ومربوط بالمنظومة الاقتصادية، والسرعة أيضا في هذا الجانب أن يعطي دلالة ويعطي إشارة البلد بأمس الحاجة، رؤية مولانا لهذا الجانب البلد بأمس الحاجة لهذه المنظومة التشريعية الاقتصادية التي تصبح فاعلية وتصبح نافذة في البلد للعمل بها. الإعلان جزء من هذه المنظومة الاقتصادية. نعم. لأن الإعلان
هو في نهاية المطاف يعتمد على المنتج أو الخدمة التجارية أو الاقتصادية أو الخدمة التي تقدم للناس. إذا توافق الإعلان مع هذه المنظومة وأسرع في إيجاد آليات وطرق لوجود على أرض الواقع، أتوقع أنه سيعمل على تعزيز هذه المنظومة وتجعلها أكثر فعالية وأكثر ديناميكية في المستقبل بإذن الله. نتطلع إلى ذلك عما قريب إن شاء الله. شكرا لك المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة. أثريت هذه الوقفة وهذه المساحة بالحديث عن تنظيم الإعلان وصناعته أيضا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، وسعيد أن أكون معكم، وأبعث إليكم أيضا من عاصمة الضباب وعاصمة الرذاذ وعاصمة الخريف مدينة صلالة ومحافظة ضبار تحية، ونراكم في رحاب ضفار وفي أوساط ضبار ضفار قريبا إن شاء الله، ونهديك هذا الفاصل بعد هذه الوقفة إن شاء الله. شكرا. السلامة.